بصوا يا أصدقائي الأعزاء، أنا عايز أقول لكم بس توضيح صغير بقى. أيا كانت الديانات بتاعتكم، صدقوني لو أنت مشيت على النفس اللي أنا بقوله لك ده بالظبط هتلاقي فيه حال اتبدل لحال تاني. النقطة المهمة اللي أنا عايز أكلمكم فيها النهاردة، إن إحنا لما بنيجي ندي الفقير فلوس أو لما بنيجي بنعمل صدقة لحد، إحنا ما بنعملهاش عشان خاطر إحنا أغنية، عشان خاطر إحنا أغنية وبنديله عشان خاطر هو بقى إحنا عشان خاطر نساعده، لأ إحنا بنعمل كده عشان خاطر إحنا عايزين فلوس. لو حضرتك محتاج فلوس، عليك دين، عليك أي حاجة، تصدق. أقل صدقة ممكن تعملها في حياتك، ممكن يعني إعملها حتى لو هتأكل حد لقمة، دي صدقة في حد ذاتها. صدقني صفقتك مع ربنا سبحانه وتعالى هي باب المخرج لك لأي مصيبة أو أي كارثة أو أي كرب. أنت النهاردة لما بتيجي بتفك كرب حد، ربنا سبحانه وتعالى بيفرجها لك، سواء كانت بقى في الدنيا سواء كانت في الآخرة. فأنت النهاردة مبدأ اللي أنت بتقول لا 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 أصل أنا معيش فلوس عشان خاطر أدي حد ولا كده، والله صدقني انت قفلت باب مهم جدا 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 ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى. تصدق. طب دلوقتي يا هارون احنا عايزين نعرف احنا ممكن نتصدق لمين، ندي مين. اول حاجة يا جماعة الاقربون اولى بالمعروف، اكيد في حد من قرايبك محتاج، اكيد. ما تقوليش ان هم كلهم بسم الله ما شاء الله يعني راكبين اللامبرجيني ومعاهم ميني كوبر وكده، اكيد في حد في عيلتك محتاج. ده أول واحد تبدأ تتجه ليه وتشوفه. بعد كده تبدأ تشوف. وعلى فكرة خلوا بالكم، أنا في ناس كتيرة جدا بتلومني لما أنا بدي مثلا حد في الشارع مثلا حاجة ولا بتاع، أنا ما بديش أرقام كبيرة بس يعني في حسنات صغيرة كده ممكن أديها يعني. فالناس تقعد تقول لي على فكرة الست دي كدابة، على فكرة اللي أنت عملته دوت غلط، أنت المفروض اللي أنت بتساعدها على المنظر ده. يا سيدي مد إيدك، أنت كده بتمد إيدك لربنا سبحانه وتعالى، أنت مش ما بتديهاش لبني آدم، أنت بتديها لربنا سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله. فخلي بالك ده حاجة هتبقى مهمة جدا. والله صدقوني أنا بقول لكم الكلام دوت عن تجارب. لما يبقى عندك كرب، عندك مصيبة، عندك كارثة، اعمل إطعام، تتبرع بفلوس حتى لو كان جزء صغير. ما تتبرع مش هنقولك اللي انت تتبرع بكتير، عندك قرايبك، عندك ناس محتاجة هتلاقي. على فكرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الجور، وصى حتى سابع جور. فانت النهاردة لما بتيجي يكون جارك مثلا محتاج حاجة انت مثلا عارف وما ساعدتوش او حتى ما تعرفش، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليها. فحاول على قد ما تقدر لما تتجمعوا مثلا في الصلاة، لما تتجمعوا في اي مناسبة، لما تتجمعوا في اي حاجة، ها محتاج حاجه، صدقني انا 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 هقدر اساعدك، انا هبقى جنبك حتى لو بالكلام. صدقوني والله ده باب صفقه كبيره جدا ليك قدام. اعملوا الكلام دوت، اعملوا الكلام دوت من دلوقتي. اعمل لنفسك من المرتب بتاعك تارجت تبدا توزع بين الناس، اعمل كده هتشوف والله العظيم ثلاثة هتشوف. لو انت ما بتقبضش لسه مثلا لطفل صغير ولا شاب صغير، مش عايزين نقول كلمه طفل عشان خاطر في ناس ممكن تتضايق منها، اعمل جزء من مصروفك صغير كده اللي انت تبدا تتبرع بالناس. مش شرط ان هو يكون رقم كبير، مش شرط ان هو يكون رقم خزعبلي يعني، لا صدقني الصدقه دي والله هتفتح لك باب كبير جدا لحاجات انت مش واخد بالك منها. وانت بتتصدق ادعي ربنا سبحانه وتعالى، شوف ايه اللي هيحصل لك بعد كده. يمكن يكون الكلام اللي انا بقوله ده في علماء دين كتير اتكلمت فيه، بس انا بكلمكم عن تجربة شخصية حصلت معايا. فلازم كتجربة شخصية حصلت معايا في حاجات كتير جدا المفروض اللي انا مريت بيها انقلها لكم، حتى لو انا هنقلها لكم بحاجة بسيطة او حاجة صغيرة. والله والله هتلاقوا في اختلاف كبير جدا في حياتكم المادية، النفسية، المعنوية، كل حاجة كل حاجة. والله صدقوني بس انتوا حاولوا ان انتوا تجربوا الموضوع دوت واعملوا تارجت لنفسكم كل شهر. هتقدروا تعملوا ايه؟ هتعملوا مثلا اطعام، هتتجمع مثلا كلكم، هتعملوا مبلغ مثلا من الفلوس تخلي ست مثلا او اي حد مثلا يطبخ لكم وانتوا تبداوا توزعوا. دي حاجه من الحاجات صدقوني والله العظيم بتريح النفس، وفي نفس الوقت بيبقى فيها كرم كبير جدا من ربنا بعد كده قدام. سبحانك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انا بشكركم.